احنا سؤالنا من تتوقع ان يصل الى نصف النهائي؟ الزمالك مع اسوان في ربع النهائي. المنطق بيقول الزمالك يفوز، المفاجآت واردة في الكاس، لكن المنطق بيقول ان الزمالك هو اللي يفوز ويصعد الى المباراة الى نصف النهائي. نصف النهائي مع اسوان ده نصف النهائي، في حالة فوز الزمالك يصل الى النهائي، في حالة فوز اسوان يصل الى النهائي. لما تقول توقعات اعتقد التوقعات هتبقى اكبر للزمالك لوصول المباراة النهائية. القلق موجود في الناحية التانية، واحنا دايما عندنا قرعة موجهة انه الاهلي والزمالك لا يلتقيا الا في المباراة النهائية. فالاهلي عنده انبي مباراة قوية، لكن المنطق بيقف في صالح النادي الاهلي. عندك سموحة وبيراميدز مباراة بلا منطق، لانه سموحة كسبان بيراميدز في الدوري 3-0، فهنا مباراة بلا منطق. ال 50-50 تقدرش تكلم لحد. شوف بقى مين الاهلي ولا انبي اللي يصعد، سموحة ولا بيراميدز اللي يصعد. لسه اتنين منهم هيصعدوا، واللي يفوز منهم مستنيه بتروجيت فريق القسم الثاني اللي ضمن البقاء في القسم الثاني بقياده ربيع ياسين اللي عمل شغل اكتر من رائع مع الفريق. وبعدين اللي فائز من الاهلي والانبي واللي فاز من سموحه وبيراميدز واللي فازين من بعض مع اللي فاز من بتروجيت يصل الى المباراه النهائيه، يلاقي الفائز من الزمالك واسوان. الاثنين اللي واصلين للسيمي فاينل حتى هذه اللحظه بتروجيت اذا شئنا ان احنا نقول مجموعات، في مجموعه الاهلي، واسوان في مجموعه نادي الزمالك. ودي متعة وحلاوة الكاس. اللي بتمنى في يوم من الأيام إن تعود القرعة مش موجهة، ما فيش قرعة كاس موجهة، ممكن بتكون لأسباب معينة موجودة عندنا، لكن أنا بتمنى إنها تكون قرعة مش موجهة. إن شاء الله الأهلي لعب فريق درجة 18 والزمالك لعب فريق درجة 17، عندنا 3 درجات بس بالمناسبة يعني. فأتمنى إنه ده يكون موجود في الفترة القادمة زي العالم كله. يعني اتحاد الكرة عمل السنة دي حاجة كويس، ما حطش الاهلي والزمالك في الاسبوع الاخير زي ما كان بيتعمل قبل كده، واتحاد الكوره صمم ان الماتشين يتلعبوا في يعني اقل من شهر، 3 اسابيع اهلي والزمالك لعب، 3 اسابيع لعبوا مباراتين وبحكام مصريين. لما بتعوز، لما بيكون عندك التصميم، لما بيكون عندك الاراده بتنجح. فلازم تعمل كده، لازم تعمل كده. ما القرعه جابت اهلي والزمالك الاسبوع الاول، الاسبوع الاول انا مالي، هو ماتش كوره وخلاص، هتخاف من ايه يعني؟ في جمهور ما فيش جمهور ولا تفرق حاجه خالص يعني. اتمنى في يوم من الايام ده يحصل، الاهلي والزمالك جت يلعبوا في دور ال 16 حتى تدي فرصه للفرق الاخرى ان حد يبقى موجود في النهائي. ما هو الاهلي والزمالك واحد منهم هيطلع الثاني لو لعبوا بعض. خلاص يبقى عندي بقى سكه ثانيه للمقاولين، لبيراميدز، للترسانه، للمحله، لاي فريق موجود، يبقى الاتحاد، لاي حد يكون موجود. واتمنى ان ده يحصل يعني خلال القادم باذن الله.